تمشي له ما يجيب لي حباقيت مسكين يدق الباب ويجيب لي باقيت مرات ما يجيب لي كعيبات يا غرط اللي يقدر عليه معنات يجيب لي ما باقيت يدق الباب يعيط صندس يخرج له حامد يجيبهم ولا يربطهم في الباب ولا يمدهم لي معناتها ما نخرجش راني للشارع برو سألو جيري راني ما نخرجش للشارع وليت نخرج انا باش معناتها نمشي لجبانة الزلاز على خاطره ما وسعدي راقد بطبيعته بابا الله يرحمه ما وراقد تحت الحوت نمشي غاديكا نندب على ايامي نمشي نطلب متاعك يا رحمن وكهو انا مريضة بالكونسير في راسي في عندي قديش معناتها مانيش قاعدة ناخد في الدوايع راجلي في الحبس عندي ولدي بالتوحد مريض معاق عنده بطاقة إعاقة وعندي ولدي بيبي عمره عام وستة شهور طويلة عمه سبعة شهور كيكة. حياتي دخلت في حيط زيدا بعد ميتة باب مشيت قلت نطلب حتى اللي كتب ونروح لوليداتي الحقيقة التاكسيستي قال لي مش مشكل مدام مانيش باش ناخذ عليك فلوس جاني حدا باب الدار كلمته تاكسي ان درايف راني قلت له من الاخر باش تجيني اما راني مانيش باش نعطيك فلوس على خاطر ما فوقيش خاطر حالتي صعيبة مشيت جبت الزلاز دبرت اللي نقدر اللي معناتها في حياتي ما عملتهاش عملت على خاطر باش لازمني نوكل ولادي باش نوكل ولادي في جبانة الزلاز وين مدفون بابا وحشت بابا مشيت نطلب باش نوكل ولادي دبرت لي خاطر مخر مشيت روحت مخر لين راجل قالوا لي قال لي يا بنتي راهو يهبطوا يبراكوا قلت له ما عندي ما يبراكوا عندي معناتها ما عنديش راني انا مشيت نطلب يا عبيد ربي راهو في بلادي عملت خدمه كشك عملت مطلب متاع كشك لازمني شهريه قاره دخلت لي ليا ولوليداتي راهي حتى ال 250 متاع الكارني الابيض راهي ما عندها ما تعمل لي انا البارح طلبوني هذا اللي صوروا معايا طويقه قلت لهم راني مانيش راني مشيت للسبيطار وانا مشيت للجبانه بسرقه على دارنا بسرقه دارنا بيدهم مزمرين وغير يعاملوا رواح ما هما بيدهم ظروفهم خايبه امي مرا كبيره عمرها واش 70 سنه شهريتها منحيه متاع الشيخوخ معناتها غير كل واحد حليله في روحه ما عنديش الماكله حايرين فيها ما عنديش ما نصرف ما عنديش باش ناخذ كوش ما عنديش شهرية معناتها مدخول قار داخل لي اكلي بشي زازيني انا وليداتي كم تشوف فيا وحدي معايا كان ربي حال الدار كيفاش نحب اهل الخير يعاونوني يعاونوا وليداتي يعاونوني على دوايا ودواء ولدي عندي ولدي بالتوحد اغريسيفتي سي ديجا تشوفوا فيه هو كي يقرص ودوي يوفى لازم دوي يشريه وين عندي دويتي متاع المناعة وفات الكل عندها طويكة نقوله شهر ونص مانيش نستعمل في الدواء وعندي وليد بيبي عمره عام ونص الوليد بيبي راقد طويكة والوليد الكبيرة هاوكا هاكم تشوفوا في الحالة خرجوا لي قالوا لي باش نعطيوك تحسين مسكن عندي ولدي بيبي يطلع لي من هوني يطلع لي نخاف عليه ليتي حكاية هو صغير نجي نكلمه ما هو بشي يعملوا لك هو بشي يعطوك جاي وخرجوا لي قالوا لي على أساس بشي يغطوه أنا طبيب حكم علي الشمس ما تمسش راسي على خطر تزيد تأثر في الشمس السخانة دي مزيدة متعبتني معنيت ما نخرش بتبيعتي ما نخرش كونش بش نخرج حتى في تاكسي لازمني معناتها تاكسي مضطرة للفلوس باش ناخد حق تاكسي ولا حاجة باش انا نمشي للسبيطار ولا نمشي لأي بقعة لازمني تاكسي حتى الخطوتين لازمني تاكسي تجيني تحسب لي حتى بك الحسبة معناتها فهمت جملت طرف فلوس الحقيقة في رمضان مشي اجبد ما ترد جبال تتهد خاطره ما عنديش مدخول داخل لي ما عنديش شهرية دخلت لي ما عنديش فلوس راجل بشي دخل لي كل يوم فلوس ولا اي حد كل يوم بشي يجيب لي شهرية ولا كل شهر تجيني شهرية ما هيش قاعدة تجيني في حتى شهرية انا وحدي براسي معناتها انا وليداتي حرنا في الماكلة حرنا في
عيشتنا حرنا في عبيد تخدم وما هيش واصلة. فما بالك أنا كان جيت معناتها مانيش في شيزرولون مانيش في كروسة وما هيش سقية سقطت اللي صار. أنا نجم نخدم أدمني صغيرة نقول نخدم، ما أنا معاش متاع خدمة نستعمل في دويل أعصاب زيدة، نعدي عند بسيكياتر مسكين الله يرحم والدي يعدي لي بلاش مكثرها ما يخوش عليا فلوس اسمه سالم برور. دويتي غالية، عندي دوي ولدي زيدة بالتوحد غالي، دوي بتاع الكونسير معناتها سورانك توصل حتى 500 دينار، 800 دينار، 1,200,000 زريقة، زريقة تتعمل في الوريد. نطلب من أهل الخير، نعمل نداء مذهبية أنا كان يخرجوا ويشوفوا حالتي برسمي اللي أنا ما عنديش كون يعيلني، ما عنديش حتى حد. امرأة عايشة مع ولادها، امرأة عايشة هي وزوز ولاد، ما عنديش حتى شكون اللي بشي يشريلها، ما عنديش شكون بشي يشريلي، ما عنديش شكون بشي يقضيلي، ما عنديش الكريدي. والكريدي راهو وصل معناتها عباد تكردي حشومية ساخفين عليها على خاطرني مريضة بابليز. قالوا لي كثر الكريدي كثر، معناتها اللي هذا يقول لي كثر عليك الكريدي، كي نبعث خويا مرات معناتها يقول لك ما يلقاش الانسان اللي مكردي من عنده يرجع. ولدي ما عندوش حليب ما عندوش كوش، واللي هو معناتها حاجات متطلبات الحياه، فريجيداري هاكا فارغ برا شوفوا فريجيداري تلقاش ماكل. معناتها مرات انا نبقى حتى نهار كامل حايره شنو باش نوكل حتى ولادي. أنا مرضت بيه من أكتوبر، فقت بيه في آخر أكتوبر كي بدتني الوجيعة في راسي، بتبعته من صيف كامل راسي وجع فيا، فهمت؟ صيف كامل راسي وجع فيا، كيما قلت لك راسي رجلي في الحبس ما عنديش شهرية باسمه هو. قالوا لي الحقيقة طو مدام سلوى قالت لي طو نبدلها لك باسمك تولي والكرني وكل شيء. أما الكرني ضاع لي عنده مدة، بقي بليش كرني. شكون اللي كان يعاون فيا؟ واحد من الأوروب يعمل في الخير كان يعاون فيا طوي، كمعناتها عنده قديش من بعد رمضان مشي سافر وجبد روحه. علاش؟ على خاطر أنا بتبيعتي ما عاش ندبر حق الزريقة ذيك. ويزيد هو عاون جيته خدم باش يرجع المقر متاعه مشي الأمريكي، فهمت؟ هو كان واقف معايا هو ويكيب اخرى. ما عنديش، هو عندي نورمالمون تاع راجلي ذيك، ضيعوا لي ولد لوستي. كي ضيعوا لي ولد لوستي من رمضان خرجت لي مدام سلوى قلت لها باش تطلع لي الكارني الابيض، راني انا مستحقه وعلى خاطر راجلي في الحبس معناتها لازمني انا لازمني معناتها كارني ابيض على اي حاجه تصير. على الحقيقة البارح ما قلت وقت اللي كلمتوني أنا مشيت للزلاز نطلب، مشيت للجبينة الزلاز وحشت بابا، مشيت لخبر بابا قلت له معناتها بالرسمي بابا كان عبورتون كان يسكن في وكالة معناتها، أما كان معاوني وكان نازني وكان رقمي 93 4 4 8 3 8 9.